السلام عليكم أعزائي متابعي قناة إيكول شادلي. اليوم غادي ندوزو صفحة 190 من كتاب اللغة العربية واحد الكلمات لمستوى الرابع ابتدائي. الدرس ديال اليوم غادي يكون في صرف التحويل السياحة الوحدة السادسة الأسبوع الأول. عنوان الدرس الإضافة إلى اسم ظاهر أو ضمير. الجزء الأول من الدرس، أعيد قراءة عنوان الدرس. الإضافة إلى اسم ظاهر أو ضمير. الجزء الأول من الدرس، بمعنى أن في الأسابيع المقبلة غادي يكون الجزء الثاني ديال الدرس. نبدأ بألاحظ وأكتشف. عندنا هنا ثلاثة ديال الجمل. أولا، جمال المغرب ساحر. ثانيا، المغرب جماله ساحر. ثالثا، سحرت بجمال المغرب. أعيد، جمال المغرب ساحر. ثانيا، المغرب جماله ساحر. ثالثا، سحرت بجمال المغرب. قالك أعين شفهيا في المجموعات كل اسم معرف بالإضافة. هنا قالك غير شفهيا، ولكن أنا حاولت ندير ليه واحد السطر خفيف باش نتوما يبان لكم. أعين شفهيا في المجموعات كل اسم معرف بالإضافة. نبدأ بالجملة الأولى، جمال المغرب ساحر. فين هو هنا الاسم المعرف بالإضافة؟ هو جمال المغربي. جمال المغربي هذا اسم معرف بالإضافة. نشوف الجملة الثانية، المغرب جماله ساحر. المغرب جماله ساحر، فين هو الاسم المعرف بالإضافة؟ عندنا هنا جماله. جماله. ثالثا، سحرت بجمال المغربي. سحرت بجمال المغربي، فين هو الاسم المعرف بالإضافة؟ عندنا هنايا بجمال المغربي، هذا هو الاسم المعرف بالإضافة، بجمال المغربي. نشوفوا دابا أحلل. قال لك أحدد خصائص عناصر الإضافة فيما يأتي. هنا عندنا جدول، المطلوب منا هو أننا نحدد خصائص عناصر الإضافة في الجدول التالي. نقرأ بعد الجدول. عندنا هنا الإضافة، المضاف معرف بأل مجرد من أل، المضاف إليه نوعه واش نكرة أو لا معرفة. هنا عندنا جمال المغربي، جمال مدينة. نبدأ بجمال المغربي. عندنا هنا جمال هو المضاف، جماله واش معرف بأل ولا مجرد من أل؟ إذا مجرد من أل، علاش؟ حيت ما عندوش ألف ولا، مجرد من أل. المضاف إليه شنو هو؟ هو المغرب. جماله مضاف والمضاف إليه هو المغرب. نوعه واش نكرة ولا معرفة؟ معرفة، يعني المضاف إليه نوعه معرفة، راه معرف بألف ولا. ندوزو الجملة الثانية، جمال مدينة. جمال مدينة، فين هو المضاف؟ المضاف هو جماله. واش مجرد من ال ولا معرف بال؟ مجرد من ال، علاش؟ لانه ما عندوش الف ولام. كون كان عنده الف ولام غادي نقولوا معرف بال، ولكن حيت ما عندوش الف ولام فهو مجرد من ال. المضاف اليه شنو هو؟ هو مدينه. نوعه نكره ولا معرفه؟ نكره، علاش؟ حيت مدينه ما عندهاش الف ولام. اعيد، عندنا جمال المغربي، المضاف فينا هو هو جماله. واش معرف بال ولا مجرد من ال؟ قلنا مجرد من ال حيت ما عندوش الف ولام. المضاف اليه شنو هو؟ هو المغربي. نوعه واش نكره ولا معرفه؟ معرفه، علاش؟ لانه معرف بال. الجمله الثانيه، جمال مدينه. جمال مدينه فينا هو المضاف؟ قلنا المضاف هو جماله. واش مجرد من ال ولا معرف بال؟ قلنا مجرد من ال حيت ما عندوش الف ولام. المضاف اليه شنو هو؟ هو مدينه. هاد مدينه وجدت نكره ولا معرفه؟ جات نكره، علاش؟ حيت ما عندهاش الالف ولا. نزول السؤال التالي، قالك احدد حركه الحرف الاخير لكل من المضاف والمضاف اليه في الجمل الاتيه. احدد حركه الحرف الاخير لكل مضاف لكل من المضاف والمضاف اليه في الجمل الاتيه. المطلوب منا شنو هو؟ هو اننا نقراو بعد الجمل ثم نحدوا الحركه ديال الحرف الاخير، الحرف الاخير ديال المضاف والمضاف اليه في كاع الجمل اللي عندنا هنايا. نبداو بقراءه الجمل. جمال المغرب ساحر. ان جمال المغرب ساحر. اعجبت بجمال المغرب الساحر. اعيد، جمال المغرب ساحر. ان جمال المغرب ساحر. أعجبت بجمال المغرب الساحر. دابا شنو خاصنا نديرو؟ غادي نحدو فين هو المضاف والمضاف إليه. نشوفو الجملة الأولى، جمال المغرب ساحر، فين هو المضاف؟ المضاف هو جماله والمضاف إليه هو المغربي. إلا لاحظتو هنا عندنا هنا المغربي، هنا عندنا جماله. جمال المغرب ساحر. نشوفو الجملة الثانية، إن جمال المغرب ساحر، فين هو المضاف والمضاف إليه؟ إذا المضاف قلنا هو جمال، هنا جمالة، المغربي هو المضاف إليه.
الجملة الثالثة، أعجبت بجمال المغربي الساحر. فين هو المضاف هنايا؟ عندنا هنايا بجمال المغربي المضاف إليه. نرجع للمطلوب نفس السؤال، قال لك حدد حركة الحرف الأخير لكل من المضاف والمضاف إليه في الجمل الآتية. نحن نمشيو للمضاف، نبداو بالمضاف. إلا لاحظتوا هنا في الجملة الأولى المضاف ديال الجملة الأولى هنا ضمة، المضاف للجملة الثانية عندنا هنا فتحة، المضاف للجملة الثالثة هنا عندنا كسرة، المضاف إليه عندنا هنا كسرة، وفي الجملة الثانية كسرة، وفي الجملة الثالثة كسرة. احنا حددنا دابا حركة الحرف الأخير لكل من المضاف والمضاف إليه في الجمل اللي قرينا. دابا نمشيو للسؤال التالي، قالك أحدد أي الاسمين تتغير حركة حرفه الأخير وأبين سبب التغيير. شنو هو ما بين الاسمين؟ الاسمين كنقصدو بهم المضاف والمضاف إليه. شنو هو اللي كتغير حركة الحرف الأخير ديالو؟ أعيد، هنا عندنا جمال، هذا هو المضاف، هنا جمال مضاف، بجمالي هنا مضاف، المغربي مضاف إليه، المغربي مضاف إليه، المغربي مضاف إليه. شنو اللي كتبدل له الحركة ديال حركة الحرف الأخير ديالو؟ هو المضاف. لاحظتوا هنا عندنا جمال هنا فيها الضمة، هنا جمال فيها الفتحة، وهنا بجمالي فيها الكسرة. يعني هي الإجابة، الاسم الذي تتغير حركته هو المضاف، الاسم الذي تتغير حركته هو المضاف، مش المضاف إليه، المضاف إليه بقى عندنا كيف ما هو في كاع الجمل، الجمل بثلاثة بقى كيف ما هو. ندوزو للسؤال التالي، أذكر أن نوع المضاف إليه في كل جملة وفق العناصر الآتية. أذكر نوع المضاف إليه في كل جملة وفق العناصر الآتية. هنا عندنا الإضافة، هنا عندنا المضاف إليه، هنا عندنا نوعه. مطلوب منا هو اننا المطلوب منه هو اننا نقولوا نوع المضاف اليه في كل جمله وفق العناصر التاليه اللي هما الاضافه والمضاف اليه ونوعه. هيا الاجابه، هنا عندنا جمال المغربي، جماله بجمال المغربي. الاضافه فينا هو الاضافه، هو اننا جمال، جمال المضاف اليه هو المغربي. هنا عندنا جمال، هنا عندنا المضاف إليه جاء هو يعني على شكل ضمير، هنا عندنا بجمالي، وهنا عندنا المغربي. المضاف إليه هنا كيفاش جاء؟ المغربي جاء اسم ظاهر، هنا عندنا هو جاء ضمير على شكل ضمير، المغربي جاء اسم ظاهر. أعيد، عندنا الإضافة، عندنا جمال المضاف إليه المغربي، نوعه اسم ظاهر، جمال هو الإضافة، هو المضاف إليه جاء على شكل ضمير يعني نوعه ضمير. هنا عندنا الإضافة بجمالي، المضاف إليه المغربي، نوع المضاف إليه جاء اسم ظاهر. ندوزو دابا للاستنتاج، قراو الاستنتاج. استنتج، الإضافة نسبة بين اسمين يسمى الأول مضافا والثاني مضافا إليه، يكون المضاف مجردا من ال ويكون المضاف إليه نكرة أو معرفة. المضاف تتغير حركة حرفه الأخير بحسب موقعه في الجملة، أما المضاف إليه فهو مجرور بالإضافة دائما. يأتي المضاف إليه اسما ظاهرا ضميرا متصلا، يعني هذوما الضمائر المتصلة. أعيد قراءة الاستنتاج، استنتج، الإضافة نسبة بين اسمين يسمى الأول مضافا والثاني مضافا إليه، يكون المضاف مجردا من ال ويكون المضاف إليه نكرة أو معرفة. المضاف تتغير حركة حرفه الأخير بحسب موقعه في الجملة، أما المضاف إليه فهو مجرور بالإضافة دائما. يأتي المضاف إليه اسما ظاهرا أو ضميرا متصلا، هنا عطانا ضمائر المتصلة. ندوز دابا لأطبق، أطبق، أميز فيما يلي بين المضاف إلى اسم ظاهر والمضاف إلى ضمير متصل. أميز فيما يلي بين المضاف إلى اسم ظاهر والمضاف إلى ضمير متصل. هنا عندنا سافرنا صباح الخميس، إمليل ترحب بزوارها، تناولنا وجبة الفطور. أعيد، سافرنا صباح الخميس، إمليل ترحب بزوارها، تناولنا وجبة الفطور. المطلوب منا شنو هو؟ هو أننا نميز ما بين المضاف
الى اسم ظاهر ومضاف الى ضمير متصل في هذه الجمل هذو اللي عطينا. لاحظتوا الجمله الاولى سافرنا صباح الخميس، صباح الخميس هنا راه مضاف الى اسم ظاهر، الى لاحظتوا الخميس. املي ترحبوا بزوارها، بزوارها راها مضاف الى ضمير متصل اللي هو هذا. الجمله الثالثه تناولنا وجبه الفطور، وجبه الفطور، وجبه الفطور راها مضاف الى اسم ظاهر. او الجمله الاولى مضاف اليه ظاهرا، الجملة الثانية اسم المضاف إليه جاء على شكل ضمير، ثالثا المضاف إليه جاء اسما ظاهرا. نشوف السؤال الأخير، أركب جملا يكون فيها المضاف إليه ظاهرا أو ضميرا. عندنا هنايا نور الشمس قوي، أسمع بكاء طفل، عنق الزرافة طويل. أعيد، نور الشمس قوي، أسمع بكاء طفل، عنق الزرافة طويل. إذن أعزائي متابعي قناة إيكول شادلي، كانت هذه الصفحة 190 من كتاب اللغة العربية واحد الكلمات المستوى الرابع ابتدائي.